يلا ازيك شباب، احنا اليوم عايزين نجيب النهارده نعمل الترم الاول. دي الحلقه ال 12 14 لا مش ال 12 قصدي مش ال 14 ال 12 تقريبا ال 12 هبقى بعدين اشوف او ال 11 ولا ال 12 ولا ال 11. طب يلا بس ايه ده؟ اتاكد ان ايه ده؟ ايه؟ ما بحسش في لوك تحت. ايه ده؟ زد كان مفروض يعني انها سبتت سنة. هشوف برضو لا الموضوع ده مش مع الكاميرا، هو مع الترابيزة بس. تاني خلاص عادي. شوف اتأكد ان كل اجزاء بتكون شغالة. وانا جمعت شوية فلوس كده عشان تمام. جمعت شوية فلوس نورنا لكم نشتري نروح يلا نشتري بيها بيتكوين. لا انا هشتري بيها تغيير البي سي وكمان ما بعتش البيتكوين. حلو نبيعه لما سعره يزيد. شوف دلوقتي سعر بص اخر مره كان 9800. ايه ده؟ استنى شو الفلوس اللي معاك دي دلوقتي هتطور بيها ال البي سي. لا لا يا عم بقيت جيب البيتكوين ده يكفي بس ماذر بورد كفي والسي بي يو بس. طب عاوزين بعد نجيب اجهزه البيتكوين. ماشي هنجيب. سعره ناقص سعره ناقص سعره ناقص. نشوف بقى معانا يعتبر واحده كامله بس سعره ناقص ما تبيعش. اوكي يبقى ما نبيعش، يبقى نشتري حاجات طيب للبي سي مؤقتا او ممكن هنشتري فعلا في بالفلوس دي تطويرات البي سي. في فاتوره صح يا رب فاتوره رخيصه. يا قلبي ايوه في المستقبل 1000 بس هيبقى 1000 ولا حاجه. ليه ليه؟ طب لو فضلنا هنا في البيت ده مش هيبقى 1000؟ لا هيبقى برضو 1000. ليه؟ احنا اجهزتنا والكهرباء اللي احنا عمالين نستخدمها عماله تزيد. نشتري حاجات تطوير البي سي عشان في اليوم اللي بعده. اشتري كيسه 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 قصدي اسمه ايه ماذر بورد جديده. ثانية نشتري سي بي يو قوي. ده احنا جايبين ده صح؟ احنا جايبين اقوى سي بي يو. ثانية اشوف بس في حاجة. سي بي يو ده 6 ده برضه 6 وده يقدر يركب عليه ماذر بورد اقوى من اللي معانا فممكن اشتريه. والماذر بورد اشتري اقوى واحدة اقوى واحدة اقوى واحدة اللي هي دي. تمام بألف مهمش خلاص كده ما نقدرش نشتري حاجة تانية. ايوه عشان قلتلك مش هيكفي. يا قلبي استنى تشتري رامات معاها او اشتري رام اشتري ده ولا بلاش. خلينا نشتري ده استنى اشتري ده 500. لا مش نقدر خلاص نبقى نشتري واحد كمان من ده. فلوسنا عادي هنسجل دلوقتي فيديو بكسب 100. الحاجات القديمة نبيعها والحاجات القديمة لسه مش دلوقتي يا عم. انا عارفة قصدي لما تيجي الحاجات القديمة نبيعها. شوفوا انا دلوقتي انزل ده كده واروح اشتري اكل بسرعة. انا بس 30 يكفوا ان اشتري اكل يعني خلاص. تمام طلبناهم شوية وهيجوا. شغل ستيم شغل كونتر سترايك قفلتها. صح استغفر الله على ذكائي. بس عايحة بس تمام بقى في الستيم. يلا نظبط الحاجات دي. خلي الوضوح شوية شوية خليها 30 فريم عشان الجهاز بتاعنا مبيشغلش اصلا اكتر من كده. خليها اعلى حاجة خليها جيم تفتح لهم البيتكوين.
عشان نتوضح. حلو انا ايه اللي هيحصل؟ نام. كل 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 واحنا هنموت. محتاجين نشتري دواء. روح دلوقتي يلا اشتري دواء بسرعة. تعالى لا اشتري دواء. ايه الدواء لو هيسي مثلا 30 يعني دوك 10 200 بابا اما كان لسه في شوية دروب فريم جيها كده. خلاص الدروب فريم مش موجود. تمام نبدأ. وصلت لألف ومتر. ايه ألف وخمسمية. ألف وستمية. ألف وخمسمية. بقولك هيبقوا ألف وستمية. ألف وخمسمية. هيبقوا ألف وستمية. بيكات. بيكات. ولا أنت بتكتب ولا أنت إياك. هقتلك. صح. هو انت اعلى رقم توصل له من الناس اللي بيتفرجوا على الفيديو كانت ايه؟ 500 يعني 600. حاول تعمل رقم كبير. انا اوصلهم ايه؟ 1700 مثلا. وصلوا 700 من الحلقة دي. مش عارف ليه حس كأن كل حاجة تحصل في الحلقة دي. عاوزين بعدين نغير شكل اللابتوب بتاعنا ان شاء الله. دخلت مصر على طول. انت دخلت. السلام عليكم. انت دخلت داخل امتحان. لا دخلت قلت السلام عليكم. بسم فايت. فايت يلا. ايه ده كسبنا؟ لا خسرنا. ما اقدرش فهشتري ده. نلعب على 35 فريم. الله مفيش احسن من كده. ده في دلوقتي بيلعب على 600 فريم يا ابني. لا مش لدرجة 600 يعني ممكن 100. لا 140 150. في اللي بيلعبوا على 60 فريم. انا غلبان. ايه ده؟ مع السلامة. ده حل. انت لو تكسب. لا ولا اعمل اي حاجة. ولا اعمل اي حاجة. دوري. من ده اللي كسبت تيمك؟ شوف نعمل بيه. نشتري ده. ايه ده؟ بتاعة دي اتقفلت. بتاعة تتري. هبقى اخد الحاجات بعدين. المهم اركز في الجيم والناس يعجبهم من لعبي. الله ايه ده؟ مش انا اللي مفنشه كمان. طيب خلاص نقفل اللعبة بقى. شوف الفلوس. تخيلوا بقى كل يوم كده لحد اخر الشهر. طب بتقول استنى بكره البيتكوين عايزين ولا يقل؟ انا عارف انك مستثمر. يزيد ان شاء الله.
ان شاء الله. لا قول هيزيد ولا لا؟ فين الاكل؟ مش انت طبق كان اصلا اكلته انا فاتح موقع الاكل وادخل انام. اقول لك ليه؟ هتعمل ايه؟ فاتح موقع الاكل وادخل انام. تصحى تطلب الفطار. اصحى اطلب الفطار كده على الروقان. لو مش هطلب الفطار هشوف البيتكوين، ولو زايد هبيع. 27 دول هيبقوا 27,000. والله صح، انا اكتشفت حاجه وحشه في البلاك هارد. مش مهم دلوقتي، المهم نركز. المهم نركز. او سي سي اي او سي سي اي. انا مش عارفه ازاي اخترت سي عشوائيه وطلع صح. ايوه ما انت اخترت سي عشوائيه عادي. شباب انا اكتشفت حاجه وحشه في البلاك هاك، ان لو استخدمناه وخسرنا وخسرنا اشتري بيتكوين. ماشي بس سيب الشاشة، روح دلوقتي اشتري بكلهم بيتكوين. ماشي هحط قطعة على البي سي واروح اشتري بيتكوين. يا لهوي مليونير بقينا اغنياء. انا مشترين ايه كمان؟ لا اغنية لا اشتري. لا تمام دلوقتي خلينا ناخد السي بي يو الجديد ده اللابتوب ده. ما اقولكش ده مش هيبقى كده وخلاص، ده هيبقى حاجة تانية خالص. هو من بره تلاقي اي كلام بس من جوه ما اقولكش. يلا 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 يلا. اول ما تحطه بيع. بص اشتري على قد الشنطة، اشتري على قد اللي شنطة بتشيل. ولو لسه معانا فلوس نروح نشتري بقى بيع حاجات. ماذر بورد نغيرها. شقة جديدة. لازم نشيل السي بي يو الاول. نشيل السي بي يو عشان نعرف نغير الماذر بورد. غير الماذر بورد ونحط السي بي يو. نحط ده خلاص كده. الجهاز بتاعنا لازم يبقى اسطوري. كنا مشترين حاجة كمان. يلا يلا هروح ابيعهم دلوقتي. واول ما اشتغل اشتري 1 2 3 4 5 6. اشتري 6 اجهزة بيتكوين. ولو لسه معانا فلوس روح حط الاجهزة، بعدين ارجع اشتري اجهزة ثانية. ماشي شغاله. اوكي مفيش حاجة، يبقى اروح استحمى. الله استحمى. والله استحميت مرة كمان. الله والله جرب روح بيع. لا انا هبيع لك حاجات اسطوريه، بالذات السي بي يو اللي انا هبيعه ده. نفس السي بي يو اللي انا جايبه بالظبط، بس الفرق انه بيتركب على المذر بورد القويه. 500. انا بقى مش هقول انا 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 خلاص مليونير. مليونير. لا النهارده دلوقتي هروح اسحب كل الفلوس اللي معايا اشتري بيها بيتكوين دلوقتي. 11,000 اغنيه اغنيه اغنيه. بقينا اغنيه بقينا اغنيه بقينا بقينا اغنيه. امال ايه؟ لسه ايه؟ لسه في ناس دلوقتي مشتريين بيوت هنا وعايشين هنا، واحنا لسه عايشين في البيت اللي هناك ده. يا عم على لا احنا اغنى 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 ناس في منطقتنا. اسحب كله 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 كله. لا هو ما ينفعش. انت عارف ليه؟ عشان انت كنت صاحب 123. طب نسحب 10. 10 مش عشان في اصلا 9. خلاص سيب التسعة دول يعني هيعملوا حاجة. يعملوا
الله الله كده سحبت كل الفلوس. طب يلا اسحب كله. الله 2000 سحبت بس 2000 2000 2000 2000 تاني 2000 2000 تاني 2000 2000 تاني مش هينفع. خلاص سيب الألف ده سيبها عشان نروح بيها. بص نشتري 6 بس وبعدين نروح نركبه ونشتري 6 تاني. اوف نروح نركب. فاكر العربية دي عمل فيها يوسف ايه؟ من هنا البيتكوين. هو يشتري 6 بس 6 ماشي. بس انا عاوز اشوف حاجة. اوه ده هيزود البيتكوين ماينر. زود الشنطة تاني. انت بتزودي بيتكوين دلوقتي اقدر ازود الشنطة كده بقى ايه تقدر اشيل 5 المفروض صح؟ يعني اشيل كده بس اشتري 7 اشتري كده 7 اهو. 1 2 3 4 5 6 7 7 يلا شيلهم كلهم خلاص هنبقى اغنية. هيبقى معانا 17 اكتر من 17 جهاز. استنى بس اروح اركب دول. احط كل الاجهزة بعدين اتأكد ان فيهم الصوت. بص تقدر تركبهم دلوقتي واول ما نرجع نحط لهم الباسورد ونشغلهم. ايه رايك؟ ماشي ركبهم بس دلوقتي نركب الاجهزه. في الحلقه الجايه ان شاء الله يبقى هنعمل ايه؟ هنروح للشقه الحلقه الجايه. الشقه الجديده هحوش ثمنها نشتريها. ثانيه اقدر احط كده توفير للمساحه. حلو عم ده انا لسه اقدر اشتري 7 كمان يا عم. نشتري 7 كمان ولا نسيب معانا فلوس؟ نسيب معانا فلوس. هنروح بيت الجديد ممكن نشتريه الحلقة الجاية. احنا معانا 8 الحلقات دي. فلو دو ماست انتر ذا كود. المفروض تحط خلاص اعمل الكود 4699 4699 اهو. فرحان. يلا استني بقى شغلها بالمره. اه صح سي لا اف اف وهنسيب الاجهزه دي هنا في البيت الجديد. لازم يكون فاضي عشان البي سي بتاعنا. اجهزه البيتكوين نخليها هنا عشان ننقلها. بس لو جبنا اجهزه بيتكوين تانية هنحطها في الشقه الجديده. اه ان شاء الله يكون عاملين اوضه. حلو يبقى ناكلها. يكون عاملين اوضه حبل كده مليانه ميه. مليانه ميه ايه؟ طب اخر جهاز هيتحط في البيت ده. خلاص مع السلامه يا بيت. احنا هنشتري اجهزه بيتكوين تانية؟ ده في البيت ده. ده طب يلا اطلب اكل. حط باكل واحط الكود. حط الاول على الفيزا. حط الفلوس. Coins.
يلا اشتري اكل وحط الكود نشوف بعدين قيمة البيتكوين. تعال نجيب الشقة النهاردة. يبقى النهاردة يلا يلا شوف شوف دي البيتكوين شغل ده. سي توت ابدأ هاكل. اشتغل خلاص ده سي حطيت الكود اف ده سي حطيت الكود اف ده سي سي حطيت الكود اف سي شوف قوة البيتكوين بقت قد ايه؟ 100 تقريبا. لا ما انا مغير برضو حاجات الكمبيوتر فهيكون الماينر اقوى. لا مش 100 38 حلو. ثانية الجهاز بقى بيزود 3 شايف قوة ثانية يا ترى بيلعب اسمي على قوة كام فريم؟ تعالى بس تعالى شوف دلوقتي نشتري الشقة الجديدة يلا 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 معانا فلوس. اه صح نشتري الشقة معانا 7000 حط كل الفلوس على الفيزا ويلا نشتري الشقة 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 فلوسي فلوسي معانا الشقة 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 الجديدة يلا ننقل الشقة 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 الجديدة. نستخدم العربية عشان نعرف الحاجات يلا والشقة الشقة 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 الجديدة الشقة 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 والشقة الجديدة شقة لا مفيش حاجة فيها بركة إلا الكيبورد لازم الكاميرا الكاميرا وقعت ثابتة. لا ما الكيبورد لازم ما وقعش أصلا نزل الكرسي انقاض خلاص يا كيبورد مش هتقدر عايش لمدة وقت طويل. اه صح احنا مش لازم نشيل الحاجات اللي في الكيسة لازم نشيل الكيسة نفسها بالحاجات صح؟ اه بس مش هننفع نحطها في الشنطة شنطة اي حاجة. احنا عاوزين في الحلقة الجاية نغير الكرسي نروح بأوبر في فلوس. اه يعني توفر لي الوقت. اوكي يلا نروح بأوبر خلاص كده بنشيل الكيس بس عشان الكيس. يا نهار اسود كل دي حاجات يلا نروح بأوبر نروح للشقة الشقة 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 الجديدة هنروح للشقة الشقة 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 الجديدة اقفل وصلنا الشقة 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 الجديدة. اه صح هنشتغل صح؟ ان شاء الله يلا اطلع عشان نروح نشوف الشقة 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 الجديدة اهي لف اهي صح؟ اه ده واو لف 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 لا الناحية التانية دي ايوه ايه رايك دي نخليها الاوضة وبص في الشباك من هنا خلي ايه رايك هنا ايه لكن الكيسة
يلا حط الكيس. حطها مش ترميها. بعدين هي لو رميتها تشتغل برضو؟ لا. لف لف. والله انا اساسي ما ينفعش المكان نضيف زي ده. ينفع للزريبة اللي كانت هناك ما يسمى. هنبقى بعدين نغير. بس بس في غير. وادوس زد. المفروض لو دوست زد ان انا متتحركش من مكان. اشيل الزد بكده. اوف اوف. احسن اخلي الزد. جنسينا. انت اتحولت يا سين جنسينا كده. طب يلا. بس الزد بقى عشان بس ما يحصلش نفس الموقف ده تاني. حط الكيسة. يلا. استغفر الله. هو ملهاش دي زد. ملهاش. دوس بلد بس وما تقربش منها. ما تقربش منها بقى. ما تعرفش انها يا عم ده الترابيزه. افتح افتح الشنطه. إيه؟ افتح الشنطه. مالها الزيت. افتح الشنطه. حط الشاشه. اوه هقدر اشغل البتاع. حلو. شغل ايه؟ الكمبيوتر. عايزين نغير المايك والحاجات دي. نغير شكل الكيسة. نشتري بعدين شاشة جديدة وكيسة جديدة. ما ينفعش بصراحة المنظر ده. وكرسي جديد ومايك جديد. انا اشتري كل حاجة جديدة. حط كرسي. حط بس حط. حط 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 الميكروفون. وروح حط البانيو. بانيو. فاكر من زمان اشتري بانيو. لا بس انا مش عاوزه افتكر. انت ايه شكلي في مشكله عشان احنا جبنا بانيو. مين يعني اللي بيتعب؟ ايه ده؟ ده موضوع الزيت ديني بس ما اقدرش اصوتها. ما اقدرش اسمها امسكها. انت حبيت ايه؟ بس انت برضو غلطان. ليه؟ يعني في حد يدخل الدخلة دي اكتر. بصراحة ايه ده؟ اه صح انا ماسك حاجة في ايدي. والله محتاجة حاجة. والله انا حاسة ان احنا محتاجين حلقة كاملة عشان ننظم الحاجات اللي هنا. شكله فعلا. ايه ده؟ ايه ده؟ شوف شوف الشاشة من هنا شغالة. تعال نجرب نشغل الحاجات بعدين نستخدم الشاشة. احنا الجنون ده. طب بالنسبة للبانيو هيبقى فين؟ الحمام طبعا انا يعني عاوزه يبقى فين. ايوه طب الحمام عموما فين؟ الحمام عموما فين؟ سنة ماوس. لا رجع ده بس رجع ده. ايه ده ايه ده مش عارف ازاي هو محطوط الشنطة اصلا. احنا محتاجين 100 مليون شنطة ماوس. ازاي الترابيزة كانت محطوطة في الشنطة؟ ثانية الماوس. بص ورا. كنت ورا. لا بص ورا. هو ورا المعلومة. الماوس الماوس بجد. هنعمل ايه؟ عرفت زي ما زرع في ماوس. في ماوس ده ازاي هنشغل اللابتوب اصلا؟ لا زي ما زرع في البيت القديم. اه صح. خلينا نشتري منه ماوس بقى. هما خلاص يبقى في الحلقه الجايه بقى نعمل كده. الحلقه الجايه بقى نعمل كده. يلا استنى نروح البيت نعمل سيف جيم بس الاول. الجنون ده. المهم نقلنا شوية حاجات. انا خايف نصحى نلاقي الحاجات دي مش موجودة. ده مش هتختفي طالما هننام ونعمل سيف جيم. مش هتختفي.
طبعا يا شباب انا متعلم يعني دوت انسلكت شكرا على السلامه.